عندك. لا لا يا ابو ذياب، هل انك بطلت تعرفني وتعرف صوتي؟ انا ابو ذياب. ابو ذياب. ابو ذياب، شو جابك من صاص الليالي؟ خير؟ شوفي ما في شيء، بس لقيت حالي مش جايني نوم، فقلت ليش ما بيجي وبلعب دق طاولة مع ابو خزاعي. هيك لكان. اسمع يا ابو ذياب، انا من 20 سنة ما نمت نومة هنية مثل هاليوم هذا، وبصراحة اكثر انا مو جاي على بالي العب دق طاولة، بقى روح تيسر على بيتك هلاق وبكرة الصبح بلعبك دق طاولة. يلا تصبح على خير يا ابو ذياب. وينك؟ ابقى تدرب منيح. ها تدرب منيح. طيب بسيطة، بكرة بتشوف يا ابو خزاعي. شو جيت يا وذيه؟ نعم جيت ورايح مرة ثانية. بدك شي؟ لوين رايح؟ وشو بيهمك في هالقصة انت؟ ان شاء الله نروح على الهفا. شي رجعي نامي هلا، وبلا كثر الحكي على المساء. حكي مش ناقصك ولا نقصتيني. بوذياب، بوذياب. مين هذا انت يا ابو خزاعي؟ يلا بلش تشوف. ولك شو بدي بلش؟ قول صباح الخير بالاول. ايه اصبحنا واصبح الملوك لله، يخرب بيت قلبك على القصة. حدا بيلعب طاولة عريق؟ وشو فيها يعني؟ كفرنا لا سمح الله؟ ما طول عمرك انت بتلعب طاولة عند الصبح، ايش معنى يعني؟ ها؟ مزبوط، بس اليوم مو جاي على بالي العب، اخو مراقشي، بعدين عندي شغل لفوق راسي ومالي فاضي. خلينا نلعب برتية وحدة بس، مش انت وعدتني امبارحة انك رح تلعب معي اليوم؟ وش وعدتني ابو خزاعي؟ والمثل بيقول لك وعد الحر دين برقبته. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة. وك يا عمي انت مسهرني هاولا صبح، وبعدين بتقلي بدكش تلعب. ولك اخي ما بدي العب. سايبي ولا فلتيني؟ ما بدي العب. بدك تلعب. ما بدي العب. شو هالقصة هاي؟ اسمع قوم قوم لعيدك شغلة ثانية تنفع، انا مالي فاضي لك. طيب بخزيعي خلينا نتفاهم وروق شوي. وعلى شو بدنا نتفاهم؟ خلينا نلعب برتية وحدي بس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك شو ما بتفهم انت يا أبو ذياب؟ عم قلك عندي شغل كثير، شغلي لفوق راسي، بقى فرقني هلا بريحة طيبة. عم تستوعب شو عم قلك ولا ما في نتيجة؟ طيب أيمتين بدك تلعبني؟ تعال مسا الساعة 5 وقتها بلعب طاولة أنا وياك، تكرم عينك. مش كثير الساعة 5؟ خليها الساعة 4. شو بتخسر يعني؟ يا سيدي لا الساعة 5 ولا الساعة 4، 3 خليها للستة بيكون أحسن. لا 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 خلاص الساعة 5 مليح، كثير الساعة 5 بمرق عليك الساعة 5 ومنلعب طاولي. مليح؟ مليح. اتفقنا؟ أمري لله. اتفقنا. منلعب؟ أي منلعب. ماشي الحال. السلام عليك. وعليكم السلام، الله معك. قديش صرت الساعة؟ يعني بدك تقول شي 3. معقولة؟ يلعن أخت الساعة، روحي شوفيها بركي مش عم تمشي. ما تخافش ماشي مثل الليرة. أمنت بالله على هالنهار شو طويل. ودخليك بدي أسألك. اي تفضل سأل. انت ما بتعرفيش تلعبي محبوسة؟ يا عيب الشوم عليك يا ابو ذياب، اني شو عرفني بلعب الطاولة؟ بسيطة ولا يهمك، كل الحق علي اني، لانه كان المفروض فيني اني علمك لعب الطاولة بدل ما علم ابنك يلي قطعني ونزل يدرس بالشام. اني رايح. الله معك، الله يثبت علينا العقل والدين. راح اطق دقيق، راح تطلع روحي وما كنتش الساعة تصير 5.
انسى بروح لعند ابو حسين وبضيع وقت. مرحبا خيتي ام حسين. اهلين خي ابو ذياب، تفضل. شو بالظاهر خي ابو حسين ما اجا؟ لا والله اجا، هسه اجا وتغدى ونام. بتريد منه شي ضروري تفيق لك يا؟ لا سلامتك، بديش منه اشي، سلمي لي عليه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا ابو ذياب، تفضل تغدى معي. دايما سبقتك، يلا العاب معي تشوف. شو شايفك مبكر؟ مو اتفقنا الساعه 5؟ واذا كان يعني، واذا فرقت لها ساعه زمان خربت الدنيا يعني. ما خربت الدنيا، بس انا بدي فوت نام، وانت بتعرف قبل غيرك قديش نومه الظهر مهمه عندي. بعدين ليش عيونك حمر كل القد كانك ما نايم امبارح؟ لا يا ابو خزيعي، شو ماليش نايم؟ نايم بس عيونه متحسسين من غبرة البيادر. اصبح خلاص، لقوم هلق وبرجع الساعة 5. مليح هيك يا ابو خزيعي؟ طالما هيك خليها للساعة 6، لاني بصراحة تعبان كثير وبدي نام مزبوط. وعلى قولتك شو بهم اذا فرقت لساعة زمن؟ يعني وين المشكلة؟ لا يا ابو خزيعي لا، شو هذا؟ يعني كأني شايفك عم تتمقطع فيها. لا مقطعة ولا شيء، بس تعبان كتير وبدي نام. أذنبنا يعني؟ طيب طيب مش مشكلة، برجع الساعة 6. سلام عليك. الله معك. يا الله يا الله. بس وينك؟ ها؟ أبو ذياب. نعم. اتدرب منيحة، لعباتك ضعاف كثير. لعباتي ضعاف؟ ضعاف يبخش القلب. طيب أنا بفرجيك. صارحني يا ما يا ذياب، لا يكون صاير معك شي بالشام. يا أمي يا حبيبتي، ميت مرة صرت قايل لك إنه ما في شي، بشو أحلف لك يعني بشو؟ لكن ليش جيت على الضيعة هيك طم غم، لا حضور ولا دستور؟ قلت لك يا أمي إني هربان من الشوب، درجة الحرارة وصلت بالشام لل 45 درجة، فقلت لحالي بطلع بدرس بيناتكم، منه الجو أرطب ومنه بدرس منيح لأنه باقي أسبوع واحد بس للفحص. هو الحق بيدك، يعني الشوبات كثيرة هالسنة بالشام، بس اللي مستغربته يا ابني يعني أنت من طول عمرك بتدرس بالشام ومن طول عمرك بتقلي إنك ما بتقدرش تدرس بالضيعة. شوفي ياما، إذا بدك ضلي تسأليني بكون ضب أغراضي وبرجع الشام. ها قلت لك أنا بقدرش بدرس هون، وفعلا أنا بقدرش بدرس هون لأنه بي الله يطولنا بعمره طول الوقت بده ياني ألعب معه طاولة، بس أنا هالمرة حاسم أموري، لعب طاولي ما في نهائية. آخ يا ما أخ، بيك مدري شو صير له. مبارحة بو خزيعي غلبه بالطاولي، ومن مبارحة لليوم هو حايص لايص رايح جاي لعند بو خزيعي، وهالمنظوم ما عم يقبلش يلعبه بالطاولي. الله يسامحك يا بو خزيعي، قال لعبتي ضحى ليكوا على الحكي المصدق. ذياب أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا بيي. الله يسلمك. اشتقنا لك يا حبيبي. وينك انت؟ وين تاركنا انا وامك لحالنا؟ وينك يا بعد عمري؟ وين ايامك الحلوة؟ وين بدي يكون يعني؟ بالجامعة، كل اوقاتي بالجامعة. ايه الله يوفقك وياخذ بيدك. شيلي صينية المتي من قدامنا، شيليها، بدي العب ذق طاولة انا وذياب. بس يابا انا عندي لا دراسة. اقعد اقعد لخلك، كله برتية وحدي وبس. صلى الله وبارك. شيلي شيلي يلا يلا. الله يرضى عليك. الله جابك بوقتك. اقعد اقعد. شو السود مثل العادي؟ مثل العادي، السود ليك والبيض ليا. بيش. ياك هلا هيك بدنا نشتغل من اولها.
بلشت اشوف. بعد اذنك يا ابا. تفضل تفضل يا بيه. وهيدو شيش. ها يا حبيبي جاب لي شيش من اول رميه زهر. يلا تشوف. دويك لك معقولي هذي؟ معقولي لعم على الحظ هذا؟ ذياب تا حبيبي تا تعتقل لك كلمة صغيرة بس. إسا وقتك انت ثاني؟ حلي عنا شوية من ذياب خلينا نعرف نلعب. قر بعد إذنك يا بابا بس دقيقة واحدة بس دقيقة. دقيقة شوف يا ذياب بديش أبصيك، خلي بيك يغلبك لأنك إذا غلبته رح تخسرها. ولا يهمك أنا حاسب هالحساب لحالي. ها الله يرضى عليك. يلا شو قلت يا ذياب؟ شو قلت ها؟ بتسلموا ولا بتكمل؟ خلص باثنين حلال عليك. بتسلموا باثنين واضحة. وهي طرقناك برتي يا برتبي. حلال عليك. بعدين بدك الصراحة يا ذياب يعني لعباتك ضعاف والطاولة بدها أهلها. قديش صارت الساعة معك؟ ستة إلا ربع. قربت نهايتك يا بخزيعي قربت. خاخك يا ذياب تعيلي يا بي. شوفوا ما شاء الله كان. من امتين كنتوا تلعبوا طاولة من غيري؟ اذا بتريد قاضع نصك يا ابو ذئب. وهي ما اكلت يا ابو حسين، اخذتك مرتيه محرزه، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابو خزاعي. قوم تقلق ابو حسين قوم. لوين بدي قوم لوين؟ قوم حتى اخذ لك بثارك من ابو خزاعي ورجي قيمته. شو يا ابو خزاعي شو قويان عصك وقاعد عم تغلب الناس على ابو جنب مش هيك؟ صف حجارك تقلك صف. انا اسمحوا لي يلا بخاطركم. شي وين رايح يا ابو حسين؟ بدكش تقعد وتشهد على غلب ابو خزاعي؟ بدي روح يا ابو ذياب تاخرت على المره لازم انا وياها نروح نزور البنت. يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. العاب تقلك يا ابو خزاعي العاب. مليت من اللعب يا ابو ذياب اجلها لوقت ثاني. شي شو مليت وما مليت؟ ها نحن متفقين نلعب ولا مش متفقين؟ ها ولا خفت اغلبك يا ابو خزاعي؟ العاب تقلك العاب خلصني. مو مسألة خوف يا ابو ذياب بس بصراحة انا بطلت العب طاولة. بقى لا تعذب حالك احسن لك. وبصراحة اكثر انا مو بطلت العب طاولة، حرمت لعب الطاولة طول ما انا عايش. شوف يا ابو خزاعي بترجاك لا تمزح معي قلبي مش متحمل. بعدين قبل شوي كنت عم تلعب بقى شو حرمت وما رمت؟ صحيح بس انا وعدت ام خزاعي انه هي اخر مرة بلعب فيها طاولة. وعدت ام خزاعي؟ ليش من امتين بتسمع كلام ام خزاعي انت؟ ها ما طول عمرها بدها اياك تترك الطاولة. ايه اخي انا حابب ام خزاعي هالكم يوم ومو جا عبالي اكسر كلامها. اذا كان هايك ولا يهمك اني هلق بحكي مع خيتي ام خزاعي مش مشكلة يعني. اخي ما في داعي تغلب حالك يا ابو ذياب، انا اتخذت قراري عن قناعة ومش الحال. يعني هذا اخر كلام عندك؟ ايه نعم. طيب بسيطة يا ابو خزاعي بسيطة مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا ابو ذياب قوم كلك بقنتين الله يرضى عليك، بعدك من امبارح على لحم بطنك. تركيني بحالي يا ام ذياب. قلت لك اني ما بديش اكل، مأضرب عن الطعام اني وما راح اكل لقمه وحدي حتى العب مع ابو خزاعي. بقى الله يسترك يحن عليك. روحي احكي مع ام خزاعي حتى تقنعه يلعب معي. لبي لي هالطلب ارجوك يا ام ذياب. مش رايحة روح يا ابو ذياب، شو بدها تقول عني المخلوقة؟ بعدين انت بتعرف اني انا وهي مش اصحاب، هاد من جهة ومن جهة ثانية، يعني انت بدك تفضحنا؟ شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ اي قولوا شو ما بدن، شو بدنا بالناس نحنا؟
أنا اللي عم بطلبه إنه أبو خزاعي يلعب معي فقط. شو أمي؟ طمنيني، أكل ولا لسه؟ دخيلك يا دياب، بيك رح يروح من بين إيدينا ونحن عم نتفرج. فوت احكي معه كلمتين بلكي بيقبل ياكل. يا أمي ما في مجال نهائيا، يعني طلع الشعر على لساني وأنا أحكي معه وما كان يقتنع، حتى أني عرضت عليه شخصيا أني يلعب معه ورفض، رفض رفض قاطع، مصر أنه يلعب مع أبو خزاعي. قال حس أنه تصرفات أبو خزاعي كبير كثير كثير بحقه. وشو بدنا نساوي؟ بيك تعبان كثير. خلص ولا يهمك، امري لله. انا بكره الصبح بروح لعند عمي ابو خزاعي وبترجاه يلعب مع بي طاوله. وليش لبكره الصبح؟ ليش مش هلق؟ من هون لبكره بيكون بيك تقي يا دياب. روح لعند ابو خزاعي وخذ بطريقك بحسين اوجه. خلص ولا يهمك، تكرم عيونك، رايح فورا. يلا خاطرك ادعيلي. وين راحوا؟ ام حسين؟ أهلا وسهلا يا ذياب. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، طول عمرك عمي. عمي بحسين، في موضوع هيك حابب نحكي فيه أنا وياك. شوف يا ذياب، إذا كان بدك مني روح لألعب طاولة مع بيك أتتعبش حالك، أنا مش قادر، تعبان كتير وبدي نعم. لا عم بحسين، يعني الموضوع أكبر من هيك، بس حابب نحكي فيه على انفراد. يا ذياب، أنا فهمان عليك، بس شو بدي قل لك؟ مش عارف، يعني أبو ظنش إنه بعد بكير شوي، على القليل لتخلص الجامعة. ليش شو دخل الجامعة بالموضوع اللي بدي قل لك إياه؟ الموضوع هو تكملش يا ذياب، أنا بعرف إنك شاب محترم ونحن مش رح نلاقي أحسن منك، بس يعني أعطيني مهلة حتى أفكر. يعني مش المفروض يجي بيك معك ولا أنت عندك رأي تاني؟ ما هون المشكلة، المشكلة إنه بي مريض، وإذا سمحت خليني كمل. الموضوع هو كالتالي. تفضل تفضل احكي، أنا سامع. شش دوبارة جهر سي شوهر سي بانجو جو جهر ومضو كدو رجوز جو دوش جهر سي كمشتك عليك. سلم دقة. والله زعلتني يا دياب. طيب ما بدي أعرف شو صار له، المسا كان مثل الحصان. ما بعرف، عجبك على هالشغلة؟ عجبك؟ على كل حال ادعي لربك يقبل معنا أبو خزاعي. بده يقبل إن قال إيه وإن قال لا. بعدين أنا ليش جايبك معي يا عمي أبو حسين؟ ولو إن شاء الله بصير خير إن شاء الله. تفضل تفضل. والله جيتكم غالي علي كثير وعلى راسي من فوق، بس أنا بطلت العب طاولة يعني، وما لي حابب تراجع. شوف يا ابو خزاعي، اذا حابب تتولدن هلق مش وقت الولدنة. ترى هالحكي بيمرقش على واحد مثل حكايتي، بقى حاجة تتمقطع بالرجال وفرطن لها القصة بقى ولعبوا بالطاولة، وخلي راسنا يرتاح من هالقصة بالمعروف والوداد. يا ابو حسين، اني ما عم بتمقطع بحدا، بس اني ما لي حابب العب طاولة، اكو مراقشي شي. عمي بخزاعي، اسمع هالكلمتين مني وفهمهم منيح، الله يخلي لك ولادك. تفضل. عمي بي مرضان كثير، ويعني احتمال يروح فيها، واذا صار له شيء بعيد الشر بعيد الشر عن قلبه، راح تكون انت المسؤول. بقى بترضى تكون انت المسؤول؟ مو مساله ارضى، بس يعني ساعتها انا مش راح اسكت، وانت بتعرف هالشيء منيح. خوفتني والله. شو ناوي تساوي يعني؟ ها، لا تخاف علي، بساوي شغلات كثير انا، بعدك بتعرفنيش. ها، لكان بي يروح من بين ايدينا بسببك واسكت؟ لا سيدي، مش راح اسكت. طولوا بالكم يا جماعه، القصه على بعضها بينحكاش فيها. خيب وخزاعي، جيرة الله عليك، ما تردنا خايبين. والله خجلتني يا ابو حسين. ماشي، كرمالك راح لعبوا دق طاوله، بس على شرطها. تفضل تفضل، شروط على كيفك عمي ابو خزاعي. اول شيء بلعبوا دق طاولة بالساحة وقدام كل الناس، وثاني شيء إذا انغلب ما بيقرب على الطاولة طول عمره. وأنا متأكد إنه بي رح يوافق. عظيم عظيم كتير أبو خزاعي، وهلق شربنا قهوتك قبل ما نفل. على راسي وعيني، يلا.
ابشر ابشر يا با. ابشر وافق عمي بخزاعي يلعب مع الطاوله. وين الطاوله؟ الطاوله وينها؟ طول بالك طول بالك يا بي بي طول بالك شوي طول بالك. اللعبه بكره مش اليوم. بس يعني مش عارف شو بدي اقول لك. قول. هو يا عمي بخزاعي حاطط شروط. شروط؟ ومن اين فين كان ابو خزاعي يتشرط؟ شوفوا الهلس شوفوا. وشرطه انه تلعبوا بكره بالساحه قدام الناس. وبس هيك يعني قال اذا غلبك بدك تحرم تلعب طاوله طول عمرك. موافق. انا موافق. ولنشوف مين يلي بده يحرم يلعب طاوله. هلا ارتاح خاطري واطمئن وجداني. ام ذياب يا ام ذياب. يا عيون ام ذياب. الله يرضى عليكي. يعني طبخي لنا شز مز بدنا نتعشى انا وذياب. ولك تكرم عيونك انت بتأمر امر يا ابو ذياب. شيش وسيش هذه الشيش هذه البيت وهذه السيش. تفضل يا ابو ذياب. دويت دويت. يلا العب العب. فيش هذه الدو وهذه الياك. دوشيش. هاي اثنين وهاي اثنين. مش مشكلة بسيطة. سوا دو سوا دو. هاي سي أنتو لعبت أشوف. شيش وسيح هذه الشيش وهذه السيح. العب يا أبو ذياب. سي ودو. بديش بديش بتركني بحالي. العب العب يا أبو ذياب. شيش وسي. وهي كيف بدك تتخلص منها يا ابو ذياب؟ ها العاب العاب ورجيني شطارتك. دويك يحرق اخت الزر يحرق اخت الزر. وهي اخذتك على الخشب يا ابو ذياب. يعطيك العافية. هذا الدق بحياتك كلها يا ابو ذياب. ولك يعطيك العافية يا ابو ذياب. طول بالك يا ابو طول بالك. يعني مش محسن. يابا 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 رد علي يابا. شو صار لك يا بيي؟ يابا يابا شو صار لك يابا؟ مات ابو ذياب رحمة الله عليك يا ابو ذياب. الله يرحمك يا بيي.